معهد الكبد في شبين الكوم ده من أكبر المستشفيات المتخصصة في علاج مرضى الكبد وعمليات زراعة الكبد على مستوى الجمهورية بل والشرق الأوسط. عشان يقدر المعهد أنه يستقبل أكبر عدد من المرضى بيتم بناء مبنى جديد ملحق بالمعهد. عشان كده بندعو كل الناس أنها تتبرع لاستكمال المبنى الجديد، والحساب هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة عشان خاطر اللي عاوز يساهم. ورقم الحساب هو 1038/3 بنك ناصر الاجتماعي لجنة الزكاة. وتعالوا نشوف التقرير، واحنا الفترة دي بنطلع زكاة المال والصدقات، ياريت ما نحرمش نفسنا ان احنا نساهم في كل شيء يهم الانسان ويساهم في علاج غير القادرين. لكن حجم شرياني في الكبد، كل 15 يوم 20 يوم بنيجي هنا، بنلاقي الدنيا زحمه وبغيب مسافه كبيره ما خلصش بسرعه. فعاوزين يا ريت يكون يعني في حاجه اسرع من كده. واماكن سراير، ما فيش سراير هنا. باقي 4 مرات اهو. مش زحمه، مش عارفين نحب. احنا من القليوبيه بنيجي من هنا، بنخرج من هناك من بعد الفجر، بنيجي هنا على الساعه 10، نفضل قاعدين هنا لبعد العصر وبنروح متاخرين. عندها تضخم في الكبد والطحال، محتاجة أعمل زرع كبد. جيت أنا لمصر أعمل عملية زراعة كبد إن شاء الله رب العالمين. نشكر معهد الكبد القومي، نشكر الأطباء والتمريض والعمال، نطلب من الناس أن تساعد معهد الكبد لأنه بيقدم خدمات كويسة كويسة ممتازة للناس. أنا هنا موجود عشان أعمل عملية شدة القناة المرارية، عملتها بالمزار مرتين وما سلكتش، فحولني جراحة. فقاعدين مستنيين بقى، طالبين منا 10,000 جنيه للعملية. هي تعبت مننا وجينا عشان تتعالج هنا، قالوا ما فيش تحسن، هي حالتها عايزة زرع كده. وانا مش لاقي لحد ما حللت، وقال لي مش تنفع تداش في حد تاني، مش لاقي حد. يا ريت قلوب الرحيمه تتبرع لبنتي وبنت غيري عشان يبقوا كويسين، اطفال كويسين ويروحوا المدرسه ويبقوا حلوين. تعبت، مش حاسس بيا ولا حاسس بيا خالص يا رب. تعبت والله هو عنده شهرين، لقينا الصفرة بتاعل عليه وجينا هنا وعملنا له عملية. كان عنده انسداد في القناة المرئية، عملنا له العملية وعنده شهرين وتحسن، وبنيجي هنا متابعة كل شهر. وفي مرضى كتير بيجوا وما بيلاقوش مكان. هو عنده تضخم في الكبد والطحال، فالدكاترة قالوا ان هو محتاج ايه لعلاج ومتابعة. فاحنا اخر مرة الدكتور حولنا على المستشفى هنا معهد الكبد، فجينا هنا من ساعة ما جينا بقالنا 3 أيام النهاردة ماشيين على علاج وتحاليل واشعاعات. بس العلاج ايه غالي والظروف على قدها، ما فيش حاجه تساعد. طبعا معظم الحالات اللي بتجينا زي الحاله اللي احنا واقفين عليها دلوقتي، يوسف عمره 10 شهور دون، طبعا عنده انسداد في القنوات المراريه. طبعا المرض دوت انتشر عندنا كتير جدا، بيبقى علاجه عمليه كده خلاص. العمليه دي المفروض ان هي تتم قبل 3 شهور، لازم بعد كده يبقى فيه زراعه كبد.
طبعا في حالات تانية كتيرة، في حالات مثلا اللي هو النزيف، حالات الهيماتيمسيس وحالات الميلينا، في أمراض كتيرة طبعا في الكبد، الفيروس ألف وفيروس بي وفيروس سي برضو موجودين عندنا في الأطفال. تبقى طبعا عندنا مشكلة إن دلوقتي عدد الأطفال كتر، التردد عندنا كتير، والسرير طبعا زي ما انتم شايفين 16 سرير بس في المبنى يعني. فطبعا المفروض انه في مبنى جديد اصلا هيتبني وكده، فمحتاجين طبعا ناس تتبرع فيه وكده، فان شاء الله خير يعني. ارض عندنا زراعه الكبد هنزرع الاطفال بالمجان. عمليه الزرع بتكلف حوالي 170-180 ألف جنيه، ده مينيمم، بدون أجور، بدون أي حاجة، بدون أي شيء، لأن إحنا مؤسسة حكومية. فبالتالي أنت بتتحمل الميتين ألف جنيه أو المية وتمانين ألف جنيه اللي في عملية زرع الأطفال، أنت بتتحملها كلها بالكامل. في معظم الأحيان مش ممولة، ومن الناس ما عندهاش استعداد تدفع كتير في القصة دي، أهل المريض نفسه. فبالتالي إحنا كنا حريصين إنها تبقى مجاني بالكامل، حتى بالتحليل اللي بتسبقها، حتى اي خدمات بالنسبه لها، حتى المتابعه بعد الزرع كلها بالمجان. فبالتالي حتى احنا الان برضو بصدد، احنا عندنا السوفالدي كعلاج لفيروس سي، ولكن السوفالدي بفلوس، انا ما عنديش السوفالدي ببلاش، باخده بشتريه من يعني صاحب وزاره الصحه مفروض بسعر قليل 2200 جنيه العلبه، فرق عن سعر السوق، ولكن في النهايه هي فلوس مدفوعه. انا عايز اوفر هذه الخدمه للاطفال، ان اديها له ببلاش ما يدفعش. والاطفال انا عندي لغايه سن 16 سنه موجودين عندهم. التشغيل في حد ذاته حتى بيحتاج الى معاونه المجتمع المدني. فبالتالي انا بدعو من خلال برنامج واحد من الناس، المجتمع المدني كبيرا فيه وصغيرا، كلنا عندنا زكاه، والغني فينا والفقير لابد انه بيزكي. فبالتالي احنا بنرحب بالجنيه قبل المليون جنيه.